حلوة حلوة. ياسمين يا بنتي، أنا عايزك تعملي الطقس الصيفي. ليه برضه طولة ليها؟ أنا ليه غلط في كده؟ خلاص مدام حضرتك ليه غلط في كده؟ أعمل بطاقة شخصية. آه بس تطلعي البطاقة الشخصية محتاج تقديم شهادة ميلاد. ما هي أصلها معاها مستهرج رسمي، وأنا بكرة هصورها ثلاث صور وأملى لها الاستمارات. طب كلمتك بقى في الحكاية دي. ماشي. بتشوفي والدتك؟ بسيط على كل اللي عملته في ابوكي، لكنه بيدفع مصاريف علاجها في المستشفى من ساعه ما اتجننت لحد دلوقتي. اه طبعا، ما هو بابا بيفهم في الاصول. لكن قولي لي، الجدع التاني ده اللي اتجوزته مات ازاي؟ مات على السفره، كان قدامه طبق رز مليان، حط الشوكة في الطبق وملى الرز على الآخر ورفع الشوكة على بقه، الرز اتحشر في زوره معرفش يبلعه، نفس اتحاش هوب السرق الله طلع. القهوة سادة؟ أيوة. المرة الجاية بقى تعرف كوباية. حاضر. هو الواد ده مش هيخرج في يومه من الحمام؟ حالا حالا هشوف. يلا يا بنا شاهد سيبيني اقوم شوية. أنا مش هدخل إلا لما يخرج. مالك يا سي وحيد؟ مالك إيه؟ أنتوا فاكرين نفسكوا إيه؟ طالعين رحلة؟ إيه ده استجموا؟ مفيش أي إحساس بمسؤولية. غيرتك أنا خدتها علشان أغسلها لك مع غيرات تاني. أنا هدومي تتغسل لوحديها، خصوصا بعيد عن هدومك أنت، فاهمة؟ أنا عارفة أنت عصبي كده ليه؟ عشان ما جالكش نوم طول الليل. لازم عندك فكر. فكر ايه؟ انت هتصعبيني. عايز اهرب من الحمام الاقيك لابسه انت وابنك. حاضر. وقولي لهم ان احنا رايحين نعمل لك بطاقه. حاضر. ادم هو بيعمل ايه جوه؟ مش فاهم، حتى طول النهار قاعد انا. حاضر حاضر.